الخير مشاهدينا، النهاردة احنا في اليوم الاخير وحفل توزيع الجوائز لمهرجان الاقصر السينمائي في دورته ال13 للسينما الافريقية. طبعا احنا كنا موجودين في الفعاليات خلال المدة الطويلة اللي كنا موجودين فيها، حضرنا الفعاليات، شفنا النجوم اللي كانوا في الماستر كلاسز، يعني حقيقة كان الموضوع ممتع جدا. خلونا ننقل لحضراتكم حفل توزيع الجوائز ونرجع لحضراتكم. أهلا وسهلا ضيوفنا الكرام. شهدت لجان تحكيم الأفلام وقدم المدربون خبراتهم للشباب في الورش المختلفة للمساهمة في خلق أجيال جديدة من السينمائيين، والآن جاء وقت الإعلان عن النتائج. ونقول نحن نتكامل ولا نتنافس، والسينما طبعا ليس بها فائز أو خاسر. الحقيقة بالنسبة لي، إذا كنتم تتفقون معي، هي أفضل كثيراً من كرة القدم ولا إيه؟ قبل النتائج اسمحوا لنا أن احنا نستمع لصناع المهرجان مرة أخرى، ونبدأ بدعوة السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس المهرجان لإلقاء كلمته. We call to the stage the president of the festival, Mr. Sayed Fouad, for his word. بمهرجان الأقصر ندافع عن السينما بالحب والحلم والأمل. بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية نكافح من أجل الحق والخير والوعي والتنمية. بمهرجان الأقصر تحيا السينما الإفريقية بالصدق والانتماء والمحبة. ومن أفلام السينما نعيش أعمارا فوق أعمارنا. وإذا كان المثل الجنوبي المصري يقول أن سيرة الإنسان أطول من عمره، فأنا أقول أن السينما أطول من العمر. وبمهرجان الأقصر ندافع عن الإنسان وتجدده وبهجته. ومن ضفاف نهر النيل الخالد، النيل المتجدد كل صباح منذ آلاف السنين، تحية لكل الشعوب الإفريقية المحبة للسينما والخير والجمال. الحقيقة أنا رحت السودان الشقيق 3 مرات، ما حسيتش أن أنا خرجت من وطن لوطن، حسيت أن أنا موجود في وطني هو. والنهاردة في ظل الحرب في السودان والقتل وتهجير وفرار الآلاف ومئات الآلاف من الشعب السوداني الشقيق إلى الدول المجاورة، بدعو كل الناس للتضامن مع الشعب السوداني الشقيق الذي يعاني من الحرب ليل نهار. ولا يفوتني اليوم أن أتحدث مرة أخرى عن الكيان الصهيوني وقتله للأطفال والعجائز والنساء في غزة وخان يونس وفلسطين الشقيقة، ونعلن تضامننا الكامل مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، وأتمنى لكم دورة جيدة. شكرا. شكرا مستر سعيد فؤاد رئيس المهرجان. والآن ندعو السيدة مؤسسة ومديرة المهرجان السيدة عزة الحسيني لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. مساء الخير عليكم وكل مهرجان وانتوا طيبين، وأهلا وسهلا بكم دائما في مدينة المهرجان الأقصر الجميلة وفي مصر بلدكم الثاني.
سعدنا جدا بحضوركم في فعاليات المهرجان المختلفة، وأتمنى أن تكونوا سعدتم بالأيام القليلة الماضية. أخيرا أتمنى اليوم لكل المخرجين وصناع الأفلام التوفيق في المسابقات المختلفة للمهرجان. اسمحوا لي أولا أن أحيي فريق عمل المهرجان الذي سهر الليالي لكي يحضر لكم تلك الفعاليات، والذي تفانى من أجل إسعادكم. يا ريت نحييه مرة كمان. كمان أحب أشكر الأساتذة والمعلمين اللي أداروا الورش، سواء ورش تنمية المجتمع المحلي أو الورش الخاصة بصناعة الفيلم. الأساتذة محمد شفيق، أحمد مختار، هاني سرحان، أحمد رشوان، تامر عشري، محمد طيمور، محمد غنيم، معتز عبد الوهاب، شويكار خليفة، فيروز عبد السلام، وائل نور، عبد الله عبد الماجد، وفاء بالجاسم، وهيثم الخميسي. أنا بشكركم جدا على تطوعكم لإدارة هذه الورش. أحب كمان أشكر الشركاء الرسميين للمهرجان: وزارة الثقافة الشريك الرسمي للمهرجان، وزارة السياحة والأثار، وزارة الخارجية المصرية، وزارة الشباب والرياضة، محافظة الأقصر، ونقابة السينمائيين المصريين، وهيئة تنشيط السياحة. بشكركم جدا جدا. أما الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان: مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة، أفريكسيم بانك، قناة نايل سينما، تيفي سانك، المجلس الأعلى للآثار، والبنك الأهلي المصري، فندق جولي فيل الأقصر، وشركة ريد ستار للإنتاج السينمائي، والمجلس الأعلى للآثار، وكل قيادات محافظة الأقصر. شكرا لكم جزيلا. أما الرعاة الرسميين للدورة 13: فندق هيلتون الأقصر، مصر للطيران الناقل الرسمي، هيئة الكتاب، شركة أفلام مصر العالمية، شركة فيلم هاوس، دريم برودكشن، هيئة قصور الثقافة، قناة دوزم، صالون محمد الصغير، شركة فيلم اندبندنت، وشريك الميديا موقع في الفن. بشكر كل القنوات وكل الصحافة وكل الميديا اللي أنا بعتبرهم شريك أساسي في هذه التظاهرة القومية. شكرا لكم ولحضوركم الجميل. شكرا. والآن جاءت لحظة تكريم نجوم صنعوا لنا المتعة والسعادة والذاكرة، نجوم شاركناهم الحب والزمن. والآن ندعو النجم محمود حمادة والسيناريست سيد فؤاد والمخرج عز الحسيني ومن تحمل هذه الدورة اسمه المخرج الكبير خير بشارة لتسليم التكريمات. نجمة مميزة، ممثلة متنوعة، وعندها سحر خاص جدا ووعي كبير بهموم المجتمع، وطبعا شاركت مخرجنا الكبير خيري بشارة فيلمه الأول. إنها النجمة تيسير فهمي. يعني أنا بشكر يعني فعلا إدارة المهرجان اللي ادتني الفرصة أن أكون مع كوكبة الجميلة دي، وأن أستعيد كده ذكرياتي الجميلة، وأستعيد شغلي مع هذا العبقري خيري بشارة. فأنا بشكركم وبشكركم كلكم. شكرا.
هي إحدى فراشات السينما المصرية، صاحبة الأداء البسيط المبهج، والتي شاركت المخرج الكبير خيري بشارة أفلام كابوريا وحرب الفراولة. سحر رامي. أنا مش متعودة أتكلم في حاجات زي دي، لكن بقول شكرا لكل الحضور. شكرا. هو أحد فرسان الأداء في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية. قدم أدوار متنوعة والجمهور حبه جدا، وخاصة جمهورنا هنا في صعيد مصر. وشارك مخرجنا خيري بشارة واحد من أهم أعماله، فيلم الطوق والإسورة، واللي هو تم تصويره هنا بالمناسبة في الأقصر. إنه النجم أحمد عبد العزيز. مساء الخير عليكم جميعا، منورين الأساتذة الحضور من مصر ومن كل دول إفريقيا، أهلا بيكم جميعا. أنا مبسوط جدا النهاردة أنه بأكد أن الفن باقي وخالد، لأنه أنا يعني أكرم عن فيلم عملته منذ حوالي 40 سنة تقريبا، ولكن مازال الفيلم موجود ومازال أثره موجود. وأحب أقول إن فيلم الطوق والإسورة كان بالنسبة لي تجربة إنسانية وفنية رائعة بقيادة الأستاذ المبدع الفنان خيري بشارة، واللي أنا اكتشفت خلال تصوير هذا العمل المبدع والفنان جوه خيري بشارة. أنا بشكره وبشكر إدارة المهرجان، الصديق الفنان محمود حميدة، الفنان سيد فؤاد، الفنانة عزة الحسيني، وبشكر كمان بشكل خاص فريق العمل من الشباب الجميل اللي أدار كل شؤون وأمور هذا المهرجان علشان يطلع بهذا الشكل الرائع في هذا المكان الرائع. وفي النهاية بشكركم جميعا على حضوركم. شكرا. والآن مسك الختام، فنان أمتع جمهور السينما المصرية بالأداء الكوميدي المبهج، أسعدنا في كل لقطة قدمها على الشاشة، وأجاد في كل الموضوعات الطيب والشرير. الجميل فنا وروحا، صاحب التاريخ السينمائي الطويل جدا. عرفتوه؟ السوبر ستار، النجم القدير لطفي لبيب. شكرا جزيلا، والتكريم ده بالنسبة لي هيديني دفع للمستقبل. شكرا لكم جميعا. والآن
الحاضرون. نجوم أصبحوا جزء من وجدان وذاكرة الجمهور، وكان لهم بصمات مع المخرج الكبير خيري بشارة. ونبدأ بالفنان الراحل صاحب الأداء والشخصية الفنية المميزة، الفنان سامي العدل. ويتسلم التكريم المنتج دكتور محمد العدل. شكرا على تكريم سامي العدل. الحمد لله، اعتقد ان سامي ما زال موجود بيننا بادواره واعماله وباصدقائه اللي عاشوا معاه وشافوه. فانا بشكر ادارة المهرجان جدا لهذا التكريم، وبشكركم جميعا لانكم ما زلتوا تذكروا سامي العدل. وشكرا لسامي العدل ان احنا كلنا اصلا بننتسب ليه. شكرا. هو نجم ضحكنا في افلامه وكمان في برامجه، واختار ان هو يعمل الشرير الضاحك. هو الفنان حسين الامام. شكرا. وكنت اتمنى هو يكون موجود ويستلم التكريم بنفسه، لكنه فعلا زي ما قالوا هو هيفضل عايش في وجدان كل الناس اللي بتحبه. والفن بيستمر، احنا بنمشي والفن موجود. فبشكركم جدا جدا. الجوهري رئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة بالمملكة المغربية، والسيد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية السيد فؤاد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد والمهرجان، فليتفضلوا. لإعلان النتائج ونبدأ بلجنة تحكيم أفلام الطلبة المصريين، وندعو لجنة التحكيم بالصعود المخرج هاني لاشين، المخرجة سارة الشذلي، والدكتور مالك خوري. هنبتدي بثالث جائزة، شهادة تقدير لفيلم المراية للمخرج زياد راغب. الجائزة الثانية هي جائزة لجنة التحكيم الخاصة قناع توت عنخ آمون الفضي. أوكي. الفيلم الانيميشن بحر لبلال أبو سمرة. وأخيرا جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم قناع توت عنخ آمون الذهبي، وهو الفيلم التسجيلي عن الفنان العظيم محمد عبلة، هو طرح النيل للمخرجة نصرة الذهبي. نتائج الفيلم القصير، وندعو لجنة التحكيم للصعود إلى المسرح، الممثلة ناكي سي سافاني، المنتج جون روك، المنتج دكتور محمد العدل، والمخرج عبد الإله الجوهري.
مساء الخير. أولا بشكر المهرجان لاختياره لينا كلجنة تحكيم، وبشكر لجنة التحكيم على تعاونها طوال الفترة. شاهدنا 14 فيلم، ومعنى تواجد الفيلم داخل اللجنة والاختيار أنه فيلم يستحق جائزة، لكن للأسف الجوائز دائما هي جوائز محدودة، ولهذا يعني أي حد ما يكسبش ما يزعلش، لأن في الآخر إنك يختار فيلمك داخل المسابقة ده في حد ذاته مكسب. اسمحوا لنا أن ننوه عن فيلمين وليس فيلما واحدا. الفيلم الأول هو فيلم تحت الصمت السنغال، وتتسلمها المخرجة مازينجا باروس. طائر بلا أجنحة رواندا للمخرج ريمي ريوموجابي، ويتسلمها مخرج الفيلم. جائزة لجنة التحكيم الخاصة يعلنها الصديق الجوهري. تفضل. مساء الخير مرة أخرى. شكرا الأقصر، شكرا اللجنة المنظمة للمهرجان، تحية للمبدعين السينمائيين أساسا منهم الإخوة في مصر العظيمة. بالنسبة للجنة التحكيم الخاصة، أنا شخصيا أصررت على أن أعلن عنها لأنها تعود لبلد عزيز على قلبي الجزائر، وهو فيلم زهرة الصحراء للمخرج أسامة بن حسين. جائزة أحسن فيلم ذهبت إلى فيلم تطرف عاطفي كينيا للمخرج إريك موانجي، ويتسلمها مخرج الفيلم. مهرجان الأقصر، وبرجو من أي حد يستطيع أن يدعم هذا المهرجان أن يدعمه، لأن أنا بعتقد أن ده واحد من أهم المهرجانات على المستوى السياسي والمستوى السياحي والمستوى المهني السينمائي. مهرجان الأقصر من الأقصر هو بوابة مصر لأفريقيا. شكرا. والآن جائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام الدياسبورا، وندعو لجنة التحكيم بالصعود الفنانة سلوى محمد علي، الناقدة التونسية لمياء بلقايد جيجا، والمخرج اللبناني سام لاحود. بس عايزة ابتدي اني عايزة اقول اني فخورة اني افريقية، وانه تحيا مصر، تحيا السينما، تحيا افريقيا، تحيا جنوب افريقيا. وانا كتونسية فخورة بتواجدي بمصر وان امثل السينما التونسية التي طالما تألقت ولا زالت تتألق، وكذلك السينما الافريقية. فخر لنا كلنا ان ندعم ان نشجع السينما الافريقية. تنويه لفيلم توجو لاند للمخرج يورجن ألينغ هاوس، ويتسلمها مخرج الفيلم.
جائزة أحسن فيلم للدياسبورا في مسابقة أفلام الدياسبورا تذهب إلى فيلم شجاعة منتهية إخراج كل من المخرجين بيلي توري غينيا، ويتسلمها نيابة عنهما الممثلة ناكي سيفانا. مسابقة الفيلم الروائي الطويل، ندعو لجنة التحكيم للصعود إلى المسرح لإعلان النتائج. الممثلة ميمونة نداعي، الممثلة آيا كيتا، المخرجة هالة خليل، المخرج محمد ياسين، والمخرج مختار العجيني. أهلا بكم الكل. نحب نقول كلمة باش نشكر فيها الأستاذ سيد فؤاد والسيدة عز الحسيني. القيمة الفنية متاع الأفلام الروائية الطويلة السنة هذه كانت قيمة جيدة، وكان الاختيار صعب، ولهذا إن شاء الله باش تكون شوية القيمة أطول من العادة. شكرا. الأول تنويه لفيلمين. الفيلم الأول فيلم أداما السنغال، إخراج راماتا تولايسي، ويتسلمها بطل الفيلم الفنان مامادو ديالو. التنويه الثاني فيلم أنيماليا المغرب للمخرجة صوفيا علوي، ويتسلم الجائزة الفنان محمد مفتاح المغرب. جائزة أحسن ممثل عن فيلم خلف الجبال إخراج محمد بن عطية ذهبت إلى الفنان مجدي مستورة من تونس. جائزة أحسن ممثلة عن فيلم الرحلة 404 وذهبت إلى الفنانة منى زكي، تسلمها المنتجة شاهي نزل عبد. جائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة بين فيلمي ما وراء الجبال تونس، إخراج محمد بن عطية. الفيلم الثاني رحلة 404 مصر، إخراج هاني خليفة، ويتسلمها المخرج يتسلمها الأستاذة شاهيناز العياد منتجة الفيلم. أستاذ محمود حميدة تفضل لجائزة أفضل فيلم. تحبوا تستناوا شوية ولا نقول لكم؟ جائزة أفضل فيلم ذهبت إلى فيلم وداعا جوليا، إخراج المخرج كوردوفاني من السودان، ويتسلمها الأستاذ والفنان الكبير محمود حميدة. قلت له بلغ المخرج وجميع العاملين الأعضاء في الفيلم في كل العاملين يعني الممثلين وحتى اللي كانوا خلف الكاميرا إن الفيلم ده أنا اعتبرته وثيقة تاريخية إنسانية لن تزول مدى الدهر. وداعا جوليا.
أولا شكرا لله، شكرا مصر، شكرا مهرجان الأقصر. أكرر شكري لمهرجان الأقصر اللي أتاح فرصة لفيلم وداعا جوليا أنه يتعرض مرة ثانية في بلد نعتبره شقيق. شكرا جزيلا، شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. اسمحوا لي أن أشكر السيد محافظ الأقصر مصطفى ألهم على جهوده لخروج المهرجان في أفضل صورة، وأشكر كل الأجهزة الشرطية، العميد عماد جبر مدير السياحة، مدير الأمن السيد حسن عبد العزيز اللواء حسن عبد العزيز، ومساعد وزير الداخلية السيد خالد عبد الحميد، وشكرا لفريق عمل مهرجان الأقصر على الجهد المبذول. شكرا. مهرجان من أهم المهرجانات اللي بتهم مصر، لأن احنا أفريقيا بالنسبة لنا هي ظهرنا، وبالتالي بعتقد أن من أهم الأشياء أن يستمر هذا المهرجان بزخمه وبناسه وبدوله الأفريقية اللي بتيجي، لأن احنا من غير أفريقيا الدنيا تبقى صعبة شوية. تمنياتي لاستمرار المهرجان، وكل سنة يبقى أكثر تألقا. أنا مبسوط جدا بالتجمع الأفريقي الجميل ده في أجمل بقعة في مصر، وتملى أقول مهرجان الأقصر مش فني فقط ولكنه سياحي، إحنا في أجمل بقعة في مصر فعلا. حدث إعلان جوائز الدورة 13 بحضور كل الأشقاء من أفريقيا ومصر. أنا يعني الحمد لله بحمد ربنا وممتنة جدا إن ربنا وفقنا، وبمساعدة كل الناس، يعني مش هقول لك إن إحنا عبقرة، لأ، كل الناس كانت متعاونة معنا، الميديا متعاونة معنا، القيادات في المحافظة متعاونة معنا، كل فريق العمل متفاني انه يخرج حدث يليق باسم مصر. الحقيقة يعني استرجعت الذكريات، الظروف اللي اتعملت فيها الافلام دي سواء كابوريا او حرب الفراولة، كانت يعني كان في صعوبات كتير قوي قابلتنا وعدت ولقينا نجاح جامد جدا الحمد لله. فده بيخلي الواحد يستعيد ذكرياته الحلوه حتى لو فيها حاجات وحشه. الاهتمام بالفعاليات الفنيه وبالمهرجانات الفنيه والفعاليات الثقافيه ايضا مهم جدا، يعني مهرجان زي كده بيهتم ويتخصص في السينما الافريقيه، الحقيقه ده له اثر كبير في مد جسور التعاون والإخاء والود بين دول إفريقيا المختلفة، علشان تقدر تتعاون سواء على المستويات الفنية أو على المستويات السياسية والسياحية، بحيث تقطع خطوات مهمة وخطوات ممتدة إلى الأمام في اتجاه التنمية إن شاء الله. وبكده مشاهدينا خلص مهرجان الأقصر السينمائي في دورته 13 للسينما الإفريقية. كنا مستمتعين جدا ولمدة أسبوع بكل ما يحدث من فعاليات وندوات. استنونا وحصريا على شبكة تلفزيون الحياة بكل المهرجانات الثقافية في كل مصر. إلى اللقاء.